بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا محبي ومتابعي قناة بيبل تعليم الخياطة والتفصيل. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتعرف مع بعض ازاي نعمل موديل. ده عبارة عن بلوزة او زي الشميز اللي احنا خدناه قبل كده، بس في فرق. زي ما انتوا شايفين كده، المرات دي لون والبلوزة نفسها لون تاني. طبعا ده موديل برضو، وهنتعرف ازاي هنعمل موديل ده وهنعمله بالمرد المنفصل. احنا قبل كده اخدنا الشميز اللي احنا اخدناه قبل كده، احط لكم برضو الفيديو بتاعه في صندوق الوصف. دون قبل كده كان مرد متصل، كنا بنقصه، كنا فاكرين لما سمنا 6 سنتي في الشميز نفسه في القماش، لكن ده يبقى منفصل، يبقى خارجي بعيد عن حزبة البلوزة نفسها، وهنشوف هنتعرف عليه ازاي. تمام، هجيب القماش بتاعي يا جماعة. انا كنت بحط كده، بطبق على الاتنين اهو، ده كده برسل على برسل، تمام كده برسل على برسل اتنين، بعد كده بطبق على الاربعة، خلاص كده تمام. لو تفتكروا الشميز اللي قبل كده كنت بسيب من هنا، كنت بجيب هنا بسيب هنا 6 سنتي، لكن ده لا، هعمله منفصل. المرد بتاعه اللي فيه العروة والزرار ده اسمه مرد، هجيبه من بره، هجيبه خارجي. فانا هعمل ايه؟ هطبق على الاربعة على طول، هطبق على الاربعة على طول، بس بسيب هنا في الناحية المفتوحة حوالي 1 سنتي بس، 1 سنتي، 1 سنتي بس، خلاص كده. وهاجي كده واثبت القماش بتاعي. 1 سنتي ده ليه يا جماعة؟ اللي هخيط فيه المرد بتاعي لما اجي اعمله. هاجي بقى اشتغل عادي خالص، هشتغل زي ما انا بشتغل ايه الشغل بتاعي، الاساسيات بتاعتي. ده ممكن ينطبق على البلوزة، ينطبق على عباية، عادي جدا. دي هي فكرة موجودة في بلوزة، موجودة في عباية، فهي الحسبة واحدة يعني. تمام، هاجي هنا يا جماعة كده اساوي القماش بتاعي. بس هنا اول حاجة هنحط يا جماعة زي ما احنا متعودين وخلاص، المفروض ان احنا حفظنا نص عرض الكتف بتاعي. هاخد عرض الكتف بتاعي واقسمه على الاتنين، وبعد كده اول ما باخد النقطة دي، يا رب يكون واضح اهو، اول ما باخد النقطة دي يا جماعة بنزل 3 سنتي بتوعي دول اساسي. بعد كده بقسم دوران الرقبة بتاعي على الخمسة، تمام هقسمه على الخمسة، طلع لي 8 مثلا، هعمل 8 في 8، خلاص طلع لي 7 هعمل 7 في 7، وقلنا ده للايه؟ للامامي، للحردة الامامية. لكن الخلفي بنزل 2 سنتي بس، الخلفي بنزل له 2 سنتي، تمام يا جماعة. اهو دي كده بتبقى الحردة الخلفية، ودي الحردة ايه؟ الامامية. بعد كده بوصل النقطة دي بالنقطة دي، ده قلنا ده بيبقى عندنا ايه؟ الكتف بتاعي اهو يا جماعة، تمام تمام كده، نشوف لون اوضح. بعد كده باخد طول الصدر اللي هو من نقطة الالتقاء لأعلى، لأعلى بروز يا جماعة اهو، باخد كده، وبعد كده باخد طول الوسط، تمام لغاية الوسط بتاعي خلاص. وبعد كده ده طول الجنب بتاعي لو البلوزة بتاعتي طبعا طويلة واصلة للأرداف بتاعتي، خلاص. يبقى أنا كده عندي هنا خط صدر اهو، خط وسط، خط أرداف، خلاص يا جماعة اهو، خط أرداف، تمام كده تمام. هاجي بعد كده بنزل خط عمودي من هنا من النقطة دي يا جماعة لغاية خط الصدر عشان حردة الجيرو بتاعتي، تمام اهي، تمام. وباخدها وبقسمها على الاتنين، باخدها وبقسمها على ايه؟ الاتنين. طلعت لي لغاية هنا، بعمل خط موازي لخط الصدر كأني بدلت الخط ده بالخط ده خلاص، فبطلع الاتنين ونص بقى من الزاوية ايه؟ الجديدة يا جماعة، تمام. وبرضه هحط لكم الفيديو بتاع المقاسات دوت، الاساسيه بتاعتنا، في صندوق الوصف للمراجعه للي ما اللي ايه اللي اول مره ايه يتابع معانا في القناه. طيب هنا هاخد بعد كده الدورانات بتاعتي عادي خالص زي ما انا بشتغل يا جماعه، بقسم دوران الصدر على 4، ودوران الوسط على 4، ودوران الارداف على 4، خلاص تمام. هاجي هنا دوران الصدر عندي هنا على 4، دوران الوسط على 4، ودوران الارداف برضو على 4. ناخد الربع بس يا جماعة عشان احنا بنطبق القماش على 4، تمام اهو يا جماعة. ده كده ايه؟ البلوزة بتاعتي. طبعا انا بدخل هنا قلنا في امان ليا وفي خط قص وخط خياطة، هعتبر ان ده خط القص بتاعي اللي هو اللي من بره دون،
وده هاخد كده منه. لو انا سبت هنا دول 5 سنتي، لو دول يا جماعة 5 سنتي، انا هاخد منهم مثلا 2 سنتي، وقلنا دول هنخليهم ده خط ايه، خياطة. يبقى هخيط على الاصفر وهقص على اللي هو ايه، الموف ده. تمام كده، يا رب يكون واضح. بس هقص بقى الشغل بتاعي خالص، مفيش اي حاجة، زي ما احنا متعودين. ده كله مراجعة على فكرة، مفيش حاجة جديدة. اهو اهو بقص كده. تمام، باجي عند حدة الابط بقصها عند الكتف يا جماعة اهو. باجي افصل بقى، بقص الاول الحدة الخلفية الاول اللي هي الصغيرة، وبعد كده بشوف انا هنا الامامي فين. الامامي هو اللي مفتوح طبعا، هو المفتوح، فانا هشف اللي هي الامامية تحت. يبقى الامامي هو ده، هو ده اللي تحت اهو اهو يا جماعة. خلاص كده تمام. تمام، ملحوظة بس، هاجي هنا يا جماعة من الجنب كده، هاخد حوالي من 1.5 لـ 2 سنتي بس، عشان ما يبقى لغاية على ما فيش كده. بص، لغاية النص تقريبا، عشان بس البلوزة بتاعتي او العباية ما تبقاش مجنحة مني. تمام تمام، هاجي طبعا اعمل فردات على مكان الخياطة بتاعي زي ما احنا متعودين اهو. تمام، وبحط طبعا دبوس هنا عند مكان الوصل، لان ما ينفعش اعمل عنده فرن، فباجي اعمل كده اهو عشان اعمل خط خياطه ليا. ده يبقى الخط اللي انا بمشي بيه على المكنه، هي نقط وانا كنت موصلها ببعض. ادي الفرد، بوصل بنقطه الوسط بالفرد اللي تحت، يبقى ده الخط اللي همشي بيه على المكنه يا جماعه. اهو فرد اهو لتحت. تمام اهو، ده الخط اللي همشي بيه على المكنه. خلاص تمام. طيب بعد كده متعودين ان انا بحط، ادي كده الخلف اللي هو المقفول، ادي الوش مثلا بتاعه، هعتبر ان ده الوش، هحط وش على وش عشان اخيط الكتاب بتاعتي واشوف انا هعمل ايه، هكمل ازاي. تمام، هحط وش على وش، اخيط كده واخيط الكتاب بتاعتي. اه يا جماعة، انا كده خيطت الكتاب بتاعتي، فهعدل البلوزة بتاعتي كده اهي. هنشوف هنكمل ازاي. هعمل بقى، انا عايزة بقى يا جماعة ايه، اعمل بقى المرد بتاعي اللي فيه الزرار ده اللي هو بالاسود. تمام، هعمله ازاي؟ هجيب قطعة قماش، هجيب قطعة قماش حوالي عرضها 8 سنتي اهو يا جماعة. جبت ده المرد المنفصل، هجيبه خارجي، واحدة لليمين وواحدة للشمال. هجيب قطعة قماش حوالي عرضها 8 سنتي، العرض هنا كده 8 سنتي، كده 8 سنتي يا جماعة. ده لو انا عايزة المرد بتاعي 3 سنتي. اوكي تمام، انا كده لو انا عايزة احط فازلين احط فازلين. تمام اوكي، لو انا عايزة احط فازلين على المرد بتاعي احط فازلين. تمام، طيب انا كده هاجي اروح مطبقه نصين، هروح مطبقاه نصين وكويه كويس جدا. كويس ليه؟ عشان اعمل له خط كسر عشان ما يلفش مني. تمام، طيب هاجي كده كده خلاص انا طبقته مثلا وكويته ماشي اهو. هاجي كده ده الوش، هحط وش على وش، ده من على الوش يا جماعه، انا كده ده على الوش مش على الظهر. خلاص، هجيب كده احط عندي اخيطه اهو، هبدا خياطه وش على وش يا جماعه اهو، نبدأ خياطة بالظبط كده. انا كنت سايبة في البلوزة بتاعتي 1 سنتي عشان اركب فيه المرد المنفصل، ده اسمه منفصل يا جماعة عشان احنا بنجيبه خارجي مش من القماش وانا بقص. تمام اهو، ده كده طريقة المرد المنفصل. وازاي اعمل منه موديل بسيط، عشان احنا ممكن بنشوف موديلات زي كده، البلوزة لون والمرد لون، فنعرف نكون عارفين ازاي بنتعامل مع الموديل ده. وكمان المرد المنفصل يا جماعة ميزته حلوة جدا ان هو ما بيبقاش الخياطة بتاعته باينة. يعني انا لو عملت بالطريقة دي، لو انتوا فاكرين الاسورة في الشميس، هتلاقوا نفس الطريقة، فاكرين لما عملناها من غير خياطة، فده هيبقى حلو جدا للمبتدئين وغير المبتدئين كمان. تمام، هاجي كده خلاص انا قصت اهو، عملت المرد بتاعي اهو اهو. بصوا يا جماعة اهو، لما اجي اقلبه اهو، بصوا مفيش اي خياطات، مفيش اي خياطات اهو. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هعمله يمين وهعمل برضو دي كده برضو وش على وش نفس القصة. خلاص، فزي ما انتوا شايفين كده اهو بالظبط، شكله شيك جدا. بصوا نضيف، يعني انا ده كده الخياطه جوه، هاخد ده هتاخد اوفر، خلاص تبقى نظيفه جدا. تمام، لو انت مبتدئ اكوي بس وخلاص.
اكوي، مش محتاج اي حاجة تاني منك. خلاص نعمل برضو المرد التاني عشان يبقى واحد يمين واحد شمال، تمام يا جماعة؟ نعمله كده وش على وش وهنخيطه برضو زي التاني. اهي يا جماعة عملنا الناحية التانية، لما اجي احط دي على دي بصوا شكله بيبقى شيك جدا في اللبس وسهل جدا، يعني سهل وبسيط. انا هاجي مثلا اعمل له الكم بتاعه واعمله نفس لون المرد بتاعي، والياقة طبعا الموجودة هنا يا جماعة زي اللي احنا عملناها في الشميز قبل كده، هي والاسورة. هحط لكم طبعا الطريقة في صندوق الوصف بتاعت الشميز، هي نفس الياقة ونفس الاسورة بتاعتنا، تمام. هنشوف ان ممكن نعمل الكم نفس لون المرد بتاعي. انا هعمل كده يا جماعة الكم بتاعي زي ما احنا متعودين، باخد دوران الدراع وبزود عليه 4 سنتي دوران الزند بتاعي اللي هو الجزء اكبر جزء في الكم هنا، وبزود عليه 4 سنتي اساسي، وبقيسه واقسمه على 2 واقيسه كده، وبعد كده بنزل من فوق لتحت 13 سنتي بتوعي، وبعد كده بوصل الجزء النقطة دي براس الكم بتاعي كده يا جماعة اهو، تمام. وبقسم المسافة دي على 2، وبعد كده بقسم كل نص على 2 برضو، بقى كده اتقسمت على 4. باجي من ناحية المقفولة يا جماعة بطلع 1 سنتي، بطلع 1 سنتي كده، ومن ناحية المفتوحة بنزل 1 سنتي، وده بتبقى ايه شكل راس الكم بتاعتي. وحط لكم برضو طريقة الكم عشان لسه متابع القناة مش من الاول. وبعد كده باخد دوران يا جماعة الاسورة هنا، لو انا هعمل اسورة زي الشميز طبعا، وهنا هحط لكم برضو قلنا الفيديو اتفرجوا عليه تاني اللي هو بتاع الشميز، باخد الدوران ده مظبوط وبزود عليه 5 سنتي، يعني مثلا ده 20 و5 سنتي بقوا 25. هقسم 25 على 2 عشان الكم ده انا هعمل له اسوره، ما لو مش هعمل له اسوره هقسم الدوران بتاع الاسوره بس على 2 بدون اضافه ال5 سنتي، تمام. وهوصل النقطه دي بالنقطه دي كده خلاص، واقص الكم بتاعي عادي خالص. ده كده قاعده بس للكم كده بسيطه، وطبعا ما بقصش على نفس الخط، بسيب زياده بتاعتي اهي، بقص على الرسمه بتاعت راس الكم بتاعتي اللي انا وبعمل هنا يا جماعه كده فرد ليا، تمام. هاجي بقى اركبه زي ما احنا متعودين، طبعا يفضل ان اركب الاسوره بتاعتي الاول، وبعد كده ايه اركب الكم للايه البلوزه بتاعتي. بحط طبعا وش البلوزه على وش الكم، وبحط الفرد هنا على خياطه الكم زي احنا متعودين، وبعد كده باجي اروح مخيطه ناحيه ناحيه من الكم، ناحيه كده واقف لغايه فرد البلوزه، واجي الناحيه التانية يا جماعه اخيط لغايه فرد البلوزه زي ما احنا عملنا كتير جدا الكم، تمام. ده طريقه تركيبه اهو، اقعد اخيط الخيط كده كده لغايه ما اوصل لفرد البلوزه بتاعتي. خلاص كده يا جماعه، واكمل الناحيه التانية. خلاص مثلا انتهيت خالص من خياطه الكم، فبروح حاطه يا جماعه خياطه الكم كده على خياطه الكم بالظبط، يعني ادي دي الخياطه بتاعتي على الخياطه عشان يبقى الخياطه ماشيه وكده على الخياطه على الخياطه بالظبط كده، واظبط القماش بتاعي واثبته من هنا عشان ما يبقاش فيه خياطه طالعه وخياطه نازله، تمام. واثبت كده، وبعد كده يا جماعه هاجي اخيط كده، وبعد كده ارجع اخيط كده، خلاص كده تمام. كده يا جماعه اكون انا خلصت الكم بتاعي. عايزه تعملي من غير اسوره عادي مفيش اي مشكله، وانا احط لكم اتفرجوا على الفيديو بتاع الشميز هتلاقوا كل حاجه فيه، الاسوره والياقه. ده بكده انا كده ده احط اليمين على الشمال، طبعا احنا المرد بتاع البنات يمين على شمال، لو الولاد هيبقى عكس طبعا. وده كده بيبقى شكله، يبقى شكلها شيك جدا وبسيطه، وبص ما فيهاش اي خياطات زهره ولا اي حاجه، سهله للمبتدئ وغير المبتدئ. بكده نكون عملنا ازاي البلوزه، نعملها بطريقه المرد المنفصل للمبتدئين وغير المبتدئين. حتى لو انت ايدك مش مظبوطه على المكنه طبعا، ده يبقى بالنسبه لك ان انت تقدري تطلعي قطعه تلبسيها، تمام. حتى لو بالخيط والابره هتلاقي نفسك ما فيش اي خياطات زهره. وازاي ان انا اعمل الموديل ده، يا رب يكون الشرح كان سهل عليكم. لو اول مره تزوروا القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ويا ريت لايك لو عجبكم الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع قناة بيبول تعليم الخياطة والتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.